أنا زينة أم آلن، أنا بلشت بالأكاديمية بالصف يعني مامي أمي، والكورس كلش حلو، كلش حبيته، ابني كلش تطور، وحبيت إنه هذا آلن هسا يحب المدربين فده يروح لهم، بس أنا كلش أمدح بالإنستيتوت كلها، البروفيشنال مالتهم، طريقة تعاملهم كلش حبابين، كلش حببوا الأطفال. أنا ابني حبيت هذا الصف بالذات لأنه خلاني I see إنه شلون ابني يتطور from one level to another، لأنه خلاني أصير confident إنه أنا أسلم ابني بإيد المدربين. مدربين ممتازين، facility كلش حلوة نظيفة، وخاصة بهذا الوضع مع الكوفيد وكل شيء. أول شيء كنا شوية خايفين، بس ما شاء الله كل شيء تمام، نظافة باستمرارية، دائما ننظفه، تباعد، كلش حبيته، أنا أمدح فيه، وخلص لحظة لنا أنا لحد ما ابني يصير سباح، وكلنا مبسوطين فيه. فلا تترددون and sign up anytime and it's really really amazing. The staff يجننون. شكراً.